السلام عليكم. إننا لم نرفض السلام يوما وقد بذلنا فيه ما بذلناه، ويعرف أشقاؤنا وأصدقاؤنا ذلك تماما، ولم نطلب من الانقلابيين شيئا كبيرا سوى أن يسلموا سلاحهم وينسحبوا من المدن والمؤسسات، وأن يتحولوا لحزب سياسي يمارس حقه مثل غيره وفقا للقانون والدستور. بهذه الكلمات الواضحة تحدث الرئيس هادي أمام القمة العربية 28 التي عقدت في الأردن، ليضع المشهد اليمني بشكل إجمالي على طاولة العرب مجددا، باعتبار اليمن بوصلة العرب الراهنة في إطار التحالف العربي. فيما يتعلق بمستقبل السلام مع الطرف الانقلابي، قال الرئيس هادي: السلام مع جماعات متطرفة وإرهابية وعصابات فوضوية لم ولن يكون أمرا يسيرا، بل خداعا للحاضر ومخاطرة بحق المستقبل، خصوصا وقد وجدت نفسها محاطة بالسلطة والسلاح والنفوذ والمال والشركات الخاصة والعمالة لإيران، التي ترى ثورتها الشيطانية أكسجينا للشعوب المستضعفة، وهي بالحقيقة لا تريد إلا تدمير كل ما هو عربي. القضية اليمنية في القمة الأخيرة كان لها حضور بالغ الحجم والتأثير، ويبدو التحالف العربي كمنجز وحيد وحاضر في اللحظة العربية الحرجة الراهنة. فهل كانت اليمن فاتحة الحضور لحماية الأمن القومي العربي الواقع تحت التهديد؟ وما أهمية الإجماع العربي المساند لاستعادة الدولة اليمنية ومواجهة النفوذ الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة اليوم. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ ياسين تميمي. أهلا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساك أخي وجيه، ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين. إذن مشاهدينا سنبدأ بالنقاش بعد متابعة هذا التقرير. على ضفاف البحر الميت يجتمع العرب، ولأول مرة في رصيدهم إنجاز عربي ملموس له علاقة بالحفاظ على الأمن القومي العربي الذي تعرض لتهديد مباشر عندما حاولت إيران أن تضع مخالبها المسلحة في عنق اليمن والجزيرة العربية بشكل عام. التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن الراية الوحيدة في يد القمة العربية التي تبحث في المعتاد عن عصافير في شجرة الشرق الأوسط الذي يعيش سنوات فراغ المشروع العربي، الفراغ الذي شتت العرب قبل أن تشهد الأوطان العربية قمة الشعوب التي وضعت أسئلة المصير العربي مجددا في الثورات الأخيرة. القمة العربية 28 كان من المقرر أن تنعقد في اليمن لولا الانقلاب والاجتياح، ما دفع السلطة الشرعية إلى تقديم اعتذارها نظرا للأوضاع الميدانية والسياسية، وآلت رئاسة القمة العربية بعد الاعتذار إلى الأردن. القضية اليمنية في القمة الأخيرة كانت حاضرة أكثر من أي وقت مضى، وتبدو اليمن فاتحة الحضور لحماية الأمن القومي العربي الواقع تحت التهديد من المدخل الجيوسياسي والبحر قبالة بحر العرب ومضيق باب المندب، الذي يقول متابعون أن إيران وضعت عينها عليه منذ أواخر القرن الفائت. السلام والحرب، الانقلاب والإرهاب، العرب وإيران، الدولة والعصابة، الوحدة والاستقرار، القرار الأممي والمرجعيات الأساسية، هذه الثنائيات وغيرها حضرت في خطاب الرئيس هادي الذي مثل رسالة مقتضبة من اليمن إلى العرب. لن يقبل اليمنيون فصل بلادهم عن محيطهم الطبيعي. هادي أضاف أيضا أن اليمن لم تتعرض لمحاولة انقلاب سياسي فقط بغرض الإطاحة بنظام شرعي منتخب والمجيء بآخر انقلاب، بل إن هذه الصورة ليست سوى الجزء الأيسر مما حدث، فما حدث كان أكثر من هذا بكثير، فقد تم استهداف العملية السياسية الانتقالية التي اقترحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تمثلت بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد. وإننا نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية. التأكيد العربي على وحدة اليمن واستقرارها جاء في خطاب الملك سلمان، الذي حمل مضامين واسعة ورسائل مباشرة وغير مباشرة، أهمها أهمية الإجماع العربي المساند لاستعادة الدولة اليمنية ومواجهة النفوذ الإيراني الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وكذا بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي. إذا ما بدأنا معك أستاذ ياسين، هذه القمة العربية في الأردن كان من المفترض أن تكون في اليمن أساسا، لكن اليمن اعتذرت بسبب الأوضاع الراهنة. كيف نقرأ هذه القمة من ناحية إجمالية كمفتتح لحديثنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمة العربية هي يمكن وصفها بأنها قمة ترميم الوضع العربي المتصدع أو المتداعي. يعني هذه القمة قياسا بالقمة التي سبقتها تشكل تطورا مهما جدا على مستوى تآلف اللحمة العربية والتحام الإرادة العربية حول المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة. هناك ربما الكثير من جبال الجليد التي أذيبت خلال عام كامل بين دول وأنظمة، ولا شك أن الحضور الكبير للقادة العرب في هذه القمة أعطى مؤشر على أن العرب حققوا خلال عام كامل ربما إنجاز على صعيد رأب الصدع. ولكن لا شك أن يعني الأمور لا زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود لكي يتعافى الوضع العربي والكيان العربي، ولكي تصبح الأمة العربية فعلا أكثر تماسكا وأكثر قوة في مواجهة هذه التحديات. شكل غياب العاهل المغربي بعد أن تأكد حضوره أكثر من علامة استفهام، لا يعني كان عدم حضوره ربما يعني واحدة من الأشياء التي تركت أثرا ما على 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 هذا العنفوان الذي تميزت به قمة البحر الميت. لا شك أن مكانة الأردن ساهمت إلى حد كبير في هذا الحضور، لكن أيضا هناك تلاقي في الإرادة السياسية حدثت خلال العام المنصرم، خصوصا استعادة ربما نوع من التفاهم بين العراق والمملكة العربية السعودية، حضور لبنان كرئيس كوجود تواجد بعد رئيس غياب لبنان. دورتين أو قمتين. على كل حال أنا أصف هذه القمة بأنها كأنها مدخل مهم جدا لإعادة ترميم الوضع العربي المتصدع والمتداعي. لوحظ أن هناك إجماع حتى منذ اجتماع وزراء الخارجية على مضامين البيان الختامي، ليس هناك خلافات كالتي عهدناها في الدورات السابقة. هناك توافق حتى على مضامين البيان الختامي. هناك أصبح هناك ثوابت فيما يتعلق بقضايا معينة كالموضوع في اليمن والوضع في سوريا وقضية فلسطين. طبعا قضية فلسطين هي رقم واحد. الإرهاب، هناك تنافس بين القضية الفلسطينية وبين الإرهاب، على الرغم من أن خطابات الملوك والرؤساء العرب ركزت بشكل أساسي أولا على موضوع الإرهاب ثم على الموضوع الفلسطيني. أين وجدت اليمن في هذه القمة؟ ما الذي ميز هذه القمة بالنسبة للموضوع أو الملف اليمني تحديدا؟ ليس هناك تطور، الموقف العربي ثابت بالنسبة للوضع في اليمن. اليمن جاء في المرتبة الرابعة، يمكن هناك فلسطين، وهناك التشديد على مسألة مكافحة الإرهاب، وهناك سوريا، وهناك العراق، ثم اليمن. أنا أعتقد أنه اليمن في المرتبة الخامسة. والقضية اليمنية حضرت لا شك، وأهم ما فيها هو ثبات الموقف العربي. هناك حتى هذه القضية لم تعد محل نقاش، يعني بمعنى أن هناك دعم لمهمة التحالف العربي، هناك دعم للشرعية، وهناك دعم للمرجعيات وبالذات القرار 2216، وهذا أقصى ما يمكن أن تحصر عليه اليمن في القمة العربية. يعني ليس هناك ما هو أبعد من هذا في حقيقة الأمر. هناك اتفاق على الثوابت، هناك يعني لم يعني جرى التأكيد على هذه الثوابت، وهذا نجاح كبير جدا. أعتقد أن الأمر يعود أيضا إلى أن دول التحالف العربي بثقلها السياسي والعسكري والمالي وحضورها في داخل مؤسسة القمة العربية يقف أو يلعب دورا أساسيا في ثبات الموقف العربي بشكل عام تجاه الوضع في اليمن وتجاه الشرعية الدستورية في اليمن. طيب دعنا نشك معنا أستاذ ياسين الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء محمد القبيبان. أهلا بك سيادة اللواء.
يا اهلا وسهلا سيدي، واحييك الساده المشاهدين وضيفك المميز الدكتور ياسين التميمي، وسعد الله مساءكم جميعا. حياكم الله، اهلا بك سياده اللواء. كانت إذن يتحدث الأستاذ ياسين على أن الموقف الثابت للقمة العربية وللدول العربية من الملف اليمني والتأكيد على المرجعيات الثلاث كان أحد أبرز ما خرجت به هذه القمة. ما أهمية هذا الإسناد السياسي وكذلك المعنوي ربما لليمن من قبل القادة العرب؟ المؤشر، والإجابة على سؤال حضرتك، المؤشر يأتي بهذا العدد الكبير من فخامة الزعماء والملوك والرؤساء لحضور هذه القمة. قراءة شخصية أستاذ وجيه، الأحداث العربية واللي يسمونها الثورات العربية أو يسمونها الربيع العربي له أكثر من 6 سنوات تقريبا إلى 5 سنوات، وشاهدنا كذا قمة لم يكن هنالك حضور عربي بالشكل الذي رأيناه. اليوم في البحر الميت رأينا تقريبا 18 رئيس دولة. لماذا؟ لماذا هذا الحضور الذاتي؟ هل هو جهود من جلالة الملك عبد الله؟ نعم. هل يعني الرؤساء العرب حضروا على الأقل ترميم الوضع؟ أنا أعتقد أنه أكبر من كذا. الخطر يأتي أو المؤشر في حضور يعني أصحاب الجلالة والسمو والمعالي لهذا الاجتماع، برأيي الشخصي أن اليمن الآن تعرض للخطر، وأدرك المسؤولين العرب أهمية حل الأزمة اليمنية. لذلك كان هذا الحضور الكبير والداعم للقضية اليمنية والداعم لعمليات عاصفة الحزم والداعم لفخامة الرئيس هادي بكلمته المميزة التي ذكرها: لن يقبل اليمنيون فصلهم عن عالمهم العربي. وأكدها قبل ذلك مولاي خادم الحرمين الشريفين على المحافظة على وحدة اليمن واستقراره. بهذا الحضور الجميل الذي رأيناه، لو لم يتفق الرؤساء العرب على يعني فهم هذه الجمل الهامة لأصبحنا يعني في وضع لا نحسد عليه. اليمن عندما يتعرض للخطر سوف تتعرض الدول العربية بأكملها. اليمن موقعه الجيوستراتيجي وموقعه الاستراتيجي وديموغرافية اليمن وتاريخ اليمن وأشراف اليمن على من أهم مضايق العالم، وكذلك استغلال الملالي لوضع كما يقولون العاصمة الرابعة عدن بحاول ضمها إلى المشروع الإيراني. أدرك الزعماء العرب هذا الخطر العظيم الذي نحن فيه، فبدعمهم هذا وبحضورهم هذا، أنا هذا هو اللي أشوفه يا أستاذ وجيه، الحضور لدعم القضية اليمنية بوجود معالي الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك السيدة المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، عفوا مو باسم المتحدثة لكن أعتقد أن لها صفة شخصية، واسمح لي لما ذكرت صفتها الشخصية. هذا الحضور الضخم إنما هو أن فهم للزعماء على مدى الخطورة التي يتعرض لها العالم العربي ومن ضمنها اليمن. لذلك كان هنالك تواجد وحضور، وليس حضور فقط كما هي القمم السابقة، لا، نحن الآن نتعرض إلى 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 فعلا تهديد إيراني واضح. التمدد النفوذ الإيراني أصبح واضحا. لذلك اجتمع الزعماء العرب وجميعهم اتفقوا على أن هنالك، صحيح بعض الكلمات كانت اليوم لم تدعم أو لم تؤيد أو لم تتفق مع أن هنالك تدخل إيراني، ولكن أغلب الحضور اليوم كان أدرك ووعى خطورة التدخل الإيراني في المنطقة، ويجب العمل جميعا على طرد هذا التدخل وإخراجه من اليمن، ولا والتأكيد على عدم وجوده في اليمن. يعني كلمة معالي الأمين للأمم المتحدة ذكر معالي كلمات جد جميلة على أهمية المنطقة وعلى أهمية استقرار المنطقة وعلى أهمية إنهاء الصراعات، وكذلك ذكر أنه يعني المنطقة متعرضة، إذا تعرضت خطر للمنطقة سوف يتعرض العالم أجمع للخطر يا سيدي. فكان هذا الحضور الجميل اليوم دعم للقضية اليمنية وتأكيد على وحدة اليمن وعلى استقرار اليمن الذي هو من استقرار الأمن والمنطقة. طيب يعني سيادة اللواء، الآن هذا التأكيد العربي على وحدة اليمن أيضا واستقرارها شدد أو كرر من قبل العاهل السعودي كما تفضلت،
هل يعطي ذلك الأمر تأكيدا مستمرا على أن الملف اليمني يعني بتجلياته العربية سواء وجود تحالف العربي الداعم للشرعية أو بالتأكيدات المستمرة في هذه القمم التأكيد السياسي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والمرجعيات الثلاث، هل يمثل هذا دعما مستمرا وكيف يمكن أن يساهم أكثر في تحقيق نقلة نوعية في الوضع باليمن؟ جميل. منذ بداية الأزمة وكانت لنا مرجعيتنا لحل الأزمة اليمنية هي 2216 ولم تتغير مخرجات الحوار الوطني والمبادرة العربية و2216. هذا الثبات يا أستاذ وجيه يؤكد لك على أن الرؤية واضحة وكلمتنا واحدة، لا يجب أن نخرج عن هذه المسارات الثلاث، يجب أن ينصاع الحوثي والإنقلابيين والداعمين لهم لهذه المرجعيات الثلاث. يعني حضرتك شفت وتابعت الأحداث خلال العامين الماضية أو العامين المنصرمين بأنه كان الإنقلابيين يريدون الخروج لو على الأقل كلمة أو إمساك كلمة على معالي وزير الخارجية أو حتى القيادة اليمنية بأننا قد نخرج عن إحدى هذه الثلاث المحاور، ولكن لم يحصل. فهذا هو الثبات، هذا ما أنظره. لدينا مرجعية نتحدث من خلالها، قد تكون لنا هنالك يعني نوعا من الفلكسبيليتي ونوعا من المرونة، ولكن لا يجب أن تخرج عن هذه المرجعيات الثلاث. فهذا هو الداعم الأساس للقضية اليمنية ولاستقرار اليمن ولإنهاء الصراع في اليمن بما نطلبه نحن ولما يطلبه العالم العربي ولما يطلبه العالم أجمع لكي يبقى الاستقرار. هؤلاء الجماعات لديهم يعتقدون، الانقلابيين وصالح والملالي في إيران يعتقدون أن لديهم سياسة النفس الطويل. لا، ليست معنا. نحن لدينا نفس أطول ونحن نعرف ندير هذه الأمور وندير الدول، ولدينا من القادة من لديهم من الحكمة ولديهم من الخبرة ولديهم من الدراية بأن لا يكون هنالك خروج عن هذه النصوص الثلاثة لكي تبقى قضيتنا واضحة، وسوف تصل قضيتنا إلى ما هو أعلى. وأنا أطمئنك من هنا أستاذ وجيه مع حضرت الأستاذ الدكتور تميمي، ترى في العمليات العسكرية نحن متفوقين، لكن المشكلة أن هنالك العملية السياسية هي التي في الأخير سوف تتحدث أكثر. أيضا العمل العسكري في ظل هذه الظروف هنالك إنجازات عظيمة، لا يجب أن ننسى هذه الإنجازات العظيمة. لم يبقى لنا سوى ميناء واحد رئيسي وننهي لك العمليات العسكرية 80%، وأنا أكرر على هذه الكلمة. وهنالك ما يعني خلينا نقول تزاوج ما بين العمل العسكري والعمل السياسي نظرا لإيش؟ لثباتنا على هذه الثلاث المخرجات أو هذه الثلاث المطالب الرئيسية. إذن أشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى أستاذ ياسين تميم. أستاذ ياسين، من خلال ما فهمته من حديث اللواء محمد القبيبان كان هناك نوع من نقلة استراتيجية مثلت اليمن في رؤية القادة والزعماء العرب نحو المنطقة ونحو التهديد الإيراني بشكل أكبر. هل مثل التحالف أو مثل الوضع في اليمن إمكانية لوجود بلورة لرؤية عربية جديدة في المنطقة؟ أولا التحية والتقدير للواء محمد القبيبان ولمداخلته الرائعة. فعلا اتفقنا معه في كل ما قاله. اليمن هذا ما سؤالك في غاية الأهمية، وأعتقد أن اليمن شكل هذا المدخل، لأنه لو تتذكر بمجرد أن تشكل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برزت أو أصبحت فكرة تشكيل تحالف عسكري عربي ملحة أكثر من أي وقت مضى، وجرى تشاور حول هذا الأمر. الخطوة هذه الفكرة والمشروع مضى قدما وإن كان قد تعثر طبعا، ولكن من الواضح أن الثبات الموقف العربي تجاه القضية اليمنية لم يعد يسمح بإبقاء الأحداث التي تدور في اليمن محل نقاش. يعني قد يختلف عليه العرب أو يتفقوا، العرب متفقون تماما، لأن المسألة لم تعد تتعلق باليمن فحسب، وإنما بمصير المنطقة بكاملها، بالمصير الأمني والاستراتيجي للمنطقة بكاملها. التحالف العربي لا يشكل عملية إسناد عسكرية لوجستية
لحكومة يمنية شرعية طلبت هذا، وإنما أيضا يشكل ثقل عسكري واستراتيجي خلف هذه الحكومة لتحقيق لدعم هذه الحكومة، ولكن أيضا لحماية المنطقة من خطر كبير جدا. إيران لا تريد انقلابا في اليمن فحسب، هي تريد الانقلاب على كل شيء في اليمن، الانقلاب على كل الثوابت التي يؤمن بها اليمنيون والمنطقة بشكل عام، تريد أن تقوض الحياة بشكل عام في اليمن وفي المنطقة، تريد أن تحول اليمن إلى منصة لإيذاء الجيران ولخلق مرحلة طويلة الأمد من الاضطراب والعنف، ليس فقط في اليمن وإنما في الدول المجاورة، تريد أن تفرض أجندتها الطائفية، تريد أن تستدعي التاريخ بكل حمولاته السيئة والدموية. للأسف الشديد إيران دولة تحاول أن تثبت أنها تنتمي إلى العصر، ولكنها للأسف الشديد رأسها وعقلها ينتمي للماضي السحيق، ساكن في أزماته الخاصة، يريد أن يستدعي كما قلت هذا التاريخ المحمل بالأرزاء، والتاريخ مثقل يجب أن نضعه جانبا. إيران تريد أن تستدعي الصراعات الطائفية، تريد أن تذكي، هي لا تريد، هي مؤمنة بأنها لا تستطيع أن تنفذ إلى منطقتنا إلا من خلال إثارة هذا النوع من النزاعات الطائفية، ولهذا تتجاوز علاقتها بالشعوب إلى علاقة خاصة تبنيها مع مكونات في هذه الأوطان وفي هذه الشعوب، مكونات طائفية بحتة تحرضها على أوطانها وعلى شعوبها، تفتت الهوية الوطنية، الإحساس المشترك بالهوية الوطنية. إيران تلعب على هذه الهوية فتفتتها وتجزئها، تقوم بهذه العملية السيئة جدا، ولهذا العرب تيقظوا. أنا أعتقد أن اليمن نعم مدخل، وسوريا مدخل، وليبيا مدخل، والعراق مدخل، نعم كل هذه المناطق والبؤر التي تغذيها إيران بشكل أساسي هي مدخل لإعادة ترميم البنيان العربي والتماسك العربي والتضامن العربي وترسيخ الأسس المشترك لهذا التضامن والأسس المشتركة للتعاون في مواجهة هذه التحديات. طيب، كان الرئيس هادي ربما من أول القادة الذين هم كانوا في هذا الاجتماع ممن حذر من التواجد الإيراني ونفوذ الإيراني في البلدان العربية وظواهره المتجددة. هل كان موفقا أو كان سياق كلمته منطقيا عندما ذكر أن اليمن لن تخرج عن طورها الطبيعي في المنطقة العربية، وكذلك على أنها بالنهاية يعني كمنطقة أو كدولة تمثل أصلا للعرب، فهذا الأمر لا يمكن أن يقبل، يعني من دولة بمثل ذلك الأمر لا يمكن أن تقبل بتدخل إيراني. هل كان ذلك الأمر استجابة طبيعية للطبيعة التي يمر بها هذا الوقت وتمر بها المنطقة الآن؟ الرئيس عبد الرب منصور هادي جاءت كلمته شاملة وجاءت أشبه بإحاطة ولامست القضايا مهمة للغاية، وضعت النقاط على الحروف، أرادت أن توضح بأن الصراع في اليمن إن شئتم إذا كنا نتحدث عن خلاف سياسي فقد بذلنا مجهود كبير وقدمنا الكثير من التنازلات من أجل أن نبني وفاق سياسي، ولكن للأسف الشديد الميليشيا المرتبطة بإيران والتحالف الإنقلابي المرتبط بإيران تجاوز كل، يعني داس على هذه النوايا وفجر حربا أهلية أكلت الأخضر واليابس. إن كنتم تعتقدون، وهو يخاطب القمة العربية، بأن يعني ما يجري في اليمن هو مجرد انقلاب عادي، فما يجري ليس انقلابا عاديا، هو انقلاب على الهوية، واليمن ليس بلدا عاديا، إنه أصل العرب، ولهذا اليمن مهدد في هويته العربية، وطبيعة التدخل الإيراني في اليمن تمس هذه النقطة تحديدا، ولهذا هو وضح بشكل صريح وواضح. عندما تحدث أيضا عن يعني أراد أن يقول أطر الصراع الدائر في اليمن، وقال أنه صراع بين دولة
تريد أن تفرض سيادة القانون وتحافظ على الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة، وبين جماعة إرهابية هي مثلها مثلما داعش وتنظيم القاعدة. فإذا كان العالم اليوم يحارب داعش والقاعدة فقط ولا يدخل في أي حوار ولا يفكر حتى في إجراء حوار مع هذه التنظيمات، لأن هذه التنظيمات لا تقف على أرضية مشتركة ولا يمكن الوصول معها إلى نقاط توافق، أو هذه الجماعات الإرهابية تؤمن بالعنف والتدمير والحروب وسيلة لتحقيق أهدافها. تماما الحكومة الشرعية في اليمن تواجه منظمة من هذا النمط، منظمة إرهابية من هذا النمط. هذا ما أراد الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يوضحه في هذه النقطة تحديدا، ولهذا هو استبعد إمكانية إجراء حلول أو القبول بحلول حاول البعض تسويقها، ومع جهة أصلا محاطة بكل هذا السلاح وبكل هذه الإمكانيات. هذا لن ينتج حل في اليمن ولن ينتج سلام مستدام، وإنما سيعمل على ترحيل الأزمات ويبقي اليمن رهن الفوضى والاحتراب لعقود طويلة. طيب دعنا نكمل النقاش أستاذ ياسين، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي معنا هنا في الاستوديو في حلقة اليوم. ما هي بقية النقاط التي برزت في خطاب الرئيس عبد الرب منصور هادي أستاذ ياسين في الكلمة التي يقول كثيرون أنها كلمة أو خطاب كان مهما في القمة العربية؟ الخطاب كان ذكيا وكان خطاب إحاطة، وفي حقيقة الأمر لامس أفهام العرب وأراد أن يوضح الأبعاد الحقيقية لطبيعة المشكلة في اليمن. النقطة المهمة التي أثارها، وأعتقد أنه لأول مرة على هذا المستوى في الحكومة اليمنية، هو الإشارة إلى الدور أو إلى استمرار بعض الأطراف الدولية والوكالات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في توصيف ما يدور في اليمن بأنه صراع بين أطراف، ويعني يضع كل الأطراف يعني في سلة واحدة أو على الأقل بمستوى واحد من المسؤولية أو عما يحدث في البلاد. هناك دولة وهناك انقلابيين، ولهذا حتى هذا النوع من التوصيف. طيب هذا الأمر ألم يكن واضحا بالنسبة لبقية يعني من هم مجتمعون بداخل هذه القاعة؟ هو أراد أن يفند وأن يفضح المغزى السياسي لهذا النوع من الخطاب العائم الموارب الذي أبقى الأمور في اليمن صراع بين أطراف متكافئة، في نفس الوقت يتم التركيز على المأساة الإنسانية التي ولدتها الحرب، والحرب في نظر هذا الخطاب ليس الحرب الذي فجرها الإنقلابيون أو الحرب والعدوان الذي يقوم به الإنقلابيون على الشعب اليمني، وإنما الحرب الذي تمثله طلعات الجوية لطيران التحالف العربي. لهذا كان الرئيس عبد الرب منصور هادي بطرقه لهذه النقطة على وجه التحديد يضع النقاط على الحروف، وكأنه يقول يكفي، لقد فهمنا هذا المغزى جيدا وعليكم أن تتوقفوا الآن. على القادة العرب كان عليهم أن يدركوا خطورة المضي قدما في التماهي مع خطاب من هذا النوع. يعني اليوم يجب التعامل يعني بإزاء هذا الثبات في الموقف العربي والذي يدعم الشرعية، يجب أيضا أن يتغير الخطاب، ويجب أن يكون هناك تحرك عربي لكي يتغير هذا الخطاب أيضا لدى الأطراف الدولية الأخرى التي تستخدم دائما مفاهيم الأمم المتحدة دائما، والتي ونظرتها التي تقول دائما أطراف متقاتلة. ليس في اليمن أطراف متقاتلة، هناك دولة تحاول فرض النظام والقانون، وهناك عصابة انقلابية مجرمة إرهابية مرتبطة بأجندة طائفية وتريد، وربما هو تطرق للحروب السابقة التي خاضها الحوثيون مع الدولة اليمنية في ذلك. خطاب الرئيس عبد الرب منصور هادي أشار إلى مسألة المهددات الحقيقية التي تمثلها هذه العصابة على تماسك المجتمع اليمني وعلى نسيجه الاجتماعي وعلى هويته وعلى عقيدته، وكيف أنها يعني تمس نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا يتعلق بهذا الهوية المشتركة للشعب اليمني التي يحاول الانقلابيون بما أنهم يمثلون أجندة طائفية إيرانية تفكيك هذه الهوية وتفتيتها. طيب وجود يعني بهذه القمة كان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز موجود، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي كانوا موجودين. هل شكل الحديث عن هذه النقاط، عدم تكافؤ الأطراف في اليمن والتأكيد على أنها شرعية بمواجهة انقلابيين، رسالة ما بحضور هؤلاء يعني القادة العرب كمؤيدين بالنسبة للشرعية اليمنية في هكذا مناسبة أمام مثلا الأمين العام وغيره؟ بالتأكيد الرسالة وصلت، ولهذا هنا تكمن أهمية هذا النوع من الخطاب. والمطلوب اليوم من الحكومة اليمنية أن والكل مرتبطين بمعسكر الشرعية، ما جاء في خطاب الرئيس يعتبر مفتاح اليوم يجب أن يطرقه الإعلام المرتبط بالشرعية والمساندة للشرعية، أنه إلى هنا وكفى التوصيف الأمر بأنه صراع بين أطراف متقاتلة في اليمن. ما يحدث هو انقلاب، وهو أن الدولة تواجه عصابة، وهذه العصابة لا تهدد فقط الأمن الوطني ولا الوحدة اليمنية ولا النسيج الاجتماعي ولا الهوية الوطنية، وإنما أيضا كونها مرتبطة بالمشروع الإيراني هي يعني تهدد أمن الإقليم برمته والهوية العربية بشكل عام. ولهذا يجب التوقف عن توصيف ما يدور بأنه صراع بين أطراف متكافئة. الرسالة لا شك وصلت، ولكنها أيضا وصلت إلى الداخل. أنا أعتقد أن المخلوع علي عبد الله صالح والإنقلابيون ليسوا سعداء هذا اليوم. مشاركة الرئيس، مستوى الاستقبال الذي حظي به لدى وصوله، هذا التركيز الإعلامي الكبير على المؤتمر قدم أيضا الصورة الحقيقية التي يجب أن يفهمها هؤلاء الانقلابيون الذين منفكوا يسوقون أنفسهم على أنهم سلطة في صنعاء، وهم فعلا يرتكبون مغامرة حقيقية، لأنهم في حقيقة الأمر يعيدون الاصطفاف أو يخلقون اصطفافات جهوية وطائفية بشكل صريح وواضح. هناك اختطاف للدولة، هناك تعزيز لسلطة الطائفة على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم يمثلون اليمن. طيب أستاذ ياسين، دعنا يعني نشرك في نقاشنا الصحفي في رئاسة الجمهورية. الأستاذ ياسر الحسن ينضم إلينا الآن، أهلا بك أستاذ ياسر. تحية لك أخي وجيه ولضيفك الكريم. حياكم الله أستاذ ياسر. إذن القمة العربية حضر فيها الملف أو القضية اليمنية، كان هناك أيضا تجديد وثبات على الموقف العربي الداعم للمرجعيات الثلاث. ما الذي ستفعله؟ يعني هذا ربما يعد يعني استقرارا دبلوماسيا أو دفعة معنوية دبلوماسية تتلقاها الشرعية اليمنية في هذا التوقيت، خاصة بعدما شاهدنا المهرجان الذي أقيم في 70 والذي خرج فيه المخلوع صالح. إذن ما الذي يجب أن تأخذه الشرعية اليمنية الآن حتى تستفيد من ذلك سياسيا؟ بالتأكيد كما ذكرت عزيزي، اليوم الجامعة العربية أكدت تأكيدها دعم ومساندة الحكومة الشرعية وفي استعادة مؤسسة الدولة، وأيضا التأكيد على المرجعيات الثلاث التي يعني كانت الميليشيات الانقلابية ولا تزال ترفض هذه المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، مرجعية الحوار الوطني، القرار الأممي 2019. كل هذه الأمور كانت الحكومة الشرعية تبحث عن يعني دعم جديد من المجتمع الإقليمي والعربي والدولي، ونحن اليوم يعني نشهد انتصارا جديدا للحكومة الشرعية في هذا الجانب. أيضا الأمم المتحدة اليوم الأمين العام للأمم المتحدة التقى بفخامة رئيس الجمهورية وأكد على دعم الحكومة الشرعية ودعم أو التأكيد على المرجعية الثلاث، هذا أيضا انتصار للحكومة الشرعية. نعتقد أنه على الحكومة الشرعية أن تستغل هذا الدعم الدولي والعربي في يعني البحث في استئناف المشاورات السياسية في يعني ظل هذه المرجعية الثلاث. نحن نعرف جميعا أن كان هناك مبادرات في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت عن هذه المرجعيات. اليوم نحن أمام دعم كبير للحكومة الشرعية على المستوى العربي والمستوى الأممي لأي مبادرة جديدة لن تخرج عن هذه المرجعية الثلاث، وكذلك أيضا تفعيل المسار العسكري، لأنه ميليشيا الحوثي حتى الآن هي تعطل المسار السياسي تماما. ونعتقد أن الحكومة الشرعية اليوم بات عليها لزاما تفعيل المسار العسكري بشكل أقوى واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من الشريط الساحلي والاتجاه نحو محافظة الحديدة، وكذلك التقدم نحو العاصمة صنعاء، وكذلك التقدم في جبهات صعدة وبغيرها من الجبهات. طيب الآن هناك إسناد عربي عسكري يتمثل بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هذا الإسناد لا زال حاضرا.
الإسناد السياسي يتجدد بهذه القمة العربية من قبل القادة العرب عموما. إذن في ما سيأتي من فعاليات أو لحظات سياسية قادمة، هل ستقوم الشرعية أو هل ستتكئ الشرعية على قاعدة أقوى الآن من أي وقت مضى، أم أن هناك حاجة أيضا لدعم أكبر من الذي تحظى به الآن؟ لا، هذه دفعة معنوية كبيرة للحكومة الشرعية، لكن حقيقة الأمر لابد من الدعم بشكل أكبر خصوصا في الجانب العسكري. نحن عندما نلاحظ دعما كبيرا للجبهات العسكرية خصوصا على الساحل الغربي، تقهقرت الميليشيا بشكل كبير، وأنا أعتقد أن هذا الدعم يعني بحاجة للجبهات المتواجدة في العاصمة صنعاء وفي صعدة، وأنا أعتقد أن قوات التحالف العربي باتت تدرك تماما، والدول الإقليم والعالم، بأن عاصفة الحزم قوات التحالف العربي قامت بإنقاذ المنطقة قبل إنقاذ اليمن. هذا ما حصل في اليمن ليس انقلاب كما قال فخامة الرئيس، هناك كانت مؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة العربية عبر استخدام اليمن. يعني أول أمر قامت به ميليشيا الحوثي في اليمن هو الإفراج عن الخلية التجسس الإيرانية، وكذلك القيام بمراورات عسكرية، والقيام أيضا أو فتح سرب طيران من بين طهران وصنعاء، ما يعادل 14 رحلة جوية، رغم أنه لا توجد أي جالية يمنية في طهران. هذا ما يؤكد بأن ما حصل في اليمن ليس انقلاب، بل مؤامرة كبيرة كانت تستهدف الأمن القومي العربي. وأنا أعتقد أنه اليوم بات العرب والمحيط الإقليمي والعربي والدولي باتوا يدركوا تماما حجم الخطورة التي تمر به اليمن، ولابد من دعم السلطات الشرعية لفرض هيبتها على كامل التراب اليمني لإنقاذ هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، من الفوضى التي كانت تريد إيران أن تستخدم هذه المنطقة لاستهداف الأمن القومي العربي، وكذلك الملاحة الدولية عبر استخدام الموانئ الاستراتيجية مثل باب المندب وغيرها. طيب، تجديد هذا الدعم بالنسبة للشرعية اليمنية هل سينعكس على الميدان من ناحية العمل العسكري كما ترى أستاذ ياسر؟ أنا أعتقد أنه هذا الموضوع سيعطي، أو هذا الدعم الجديد سيعطي الحكومة دفعة جديدة في الجانب التفاوضي السياسي، وكذلك يعني سيقويها في الموقف التفاوضي أمام الأمم المتحدة، وكذلك المبادرات السياسية التي كانت قد بدأت تنتقص من المرجعية. فأنا أعتقد أن الحكومة الشرعية لديها دعم قوي وجديد، وكذلك سيعزز من موقفها العسكري لاستمرار يعني العمليات العسكرية لتحرير كما قلت ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية من هذه الميليشيا الانقلابية التي ترفض كل القوانين والمرجعيات الدولية وترفض الإجماع العربي والدولي والإقليمي. ولذلك لابد من دعم الحكومة الشرعية أعتقد عسكريا بعد هذا الدعم السياسي الكبير لاستكمال يعني إنهاء هذا الانقلاب الذي يتمرد على كافة القرارات الشرعية العربية والدولية. إذن صحفي برئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني هناك سؤال من جزئين، ما الذي ينتظره اليمن من العرب أكثر من التحالف العربي وهذا الإسناد الموجود سياسيا، وكذلك ما الذي ينتظره العرب أكثر من اليمن في مواجهة النفوذ الإيراني الذي يعني تتجلى ظواهره في اليمن تحديدا؟ إذا وضعنا اليمن في طرف المعادلة والعرب في طرف المعادلة، فما يحتاجه اليمن هو هذا النوع من الغطاء السياسي لمعركته ضد الانقلاب وضد المشروع الإيراني في اليمن. وما يحتاجه العرب من السلطة الشرعية أن تستمر في خوض هذه المعركة على أساس من هذا الوعي بأنها لا تقوم بعملية استعادة السلطة وفرض القانون، وإنما ما تقوم به هو يندرج ضمن جهد شامل لمواجهة خطر حقيقي يتهدد اليمن ويتهدد الأمة العربية. لكن على المستوى العملي، اليمن اليوم يحظى بالدعم المباشر من تحالف العربي تأسس بهدف دعم الشرعية في اليمن، وهذا التحالف يقوم بما عليه. هذا التحالف يقدم الدعم العسكري ويقدم الدعم الاقتصادي، حتى عندما طرح الرئيس عبد الرب منصور هادي في خطابه على القمة مسألة الدعم الاقتصادي. في حقيقة الأمر نحن نعرف أن الدول العربية مثقلة بهمومها الاقتصادية، وعندما ينصرف الأمر إلى من الدول التي ستقدم الدعم لن نجد غير الدول التحالف العربي الآن التي تسند الحكومة الشرعية عسكريا. لهذا أنا أعتقد أن التغطية العسكرية التي وفرها التحالف العربي كافية،
بس أو ما أرى هو أن يجب أن تتحرر هذه القوة وهذا الإسناد من الكوابح السياسية الكبيرة التي وضعت أمامها خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنها قد نجحت الآن في التحرر من هذه الكوابح مع التغير في الإدارة الأمريكية. التطورات المهمة جدا في الموقف الأمريكي التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست، وهي صحيفة محترمة جدا وواسعة النفوذ في العاصمة الأمريكية، تحدثت عن فعلا عن طلب تقدم به وزير الدفاع الأمريكي ماتيس إلى البيت الأبيض برفع القيود العسكرية المفروضة على التحالف العربي. هذا يدشن مرحلة جديدة في حقيقة الأمر من العلاقات الاستراتيجية الأمريكية السعودية. هنا يمكن الحديث اليوم عن تغيير واضح في الاستراتيجية الأمريكية، وهذا التغيير يؤمن في حقيقة الأمر الغطاء السياسي لنشاط التحالف العربي في اليمن. إذن الكثير من الكوابح السياسية التي كانت مفروضة خصوصا من التحالف العربي من الجانب واشنطن في عهد الإدارة الأمريكية السابقة قد انتهت الآن، وانتهت معها كل الخطوط الحمر المفروض اللي كانت قد وضعت حول صنعاء ووضعت حول الحديدة. التصريحات التي أتت من المنظمات الدولية ومن منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء والذي بات يتعامل مع ميناء الحديدة بأنه لم يعد مناسبا لتقبل لاستقبال المساعدات الإغاثية، بمعنى أن قرار تحرير الميناء اتخذ عمليا، وبالتالي اليوم الأمم المتحدة تبحث عن إما عن طرق برية لاستخدام المساعدات أو لاستخدام ميناء عدن بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة. هذا يدل على أن هناك تطورات مهمة، التحالف العربي تحرر فعلا من كل هذه الكوابح. انتقلنا من مرحلة سيئة جدا كان وزير الخارجية الأمريكي السابق يريد فرض تسوية سياسية تقصي السلطة الشرعية وتمكن الانقلابيين، وهذا الأمر لا يتعلق بإعادة هندسة المشهد السياسي في اليمن، وإنما يتعلق ويمس بشكل مباشر أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخارجي، على الرغم من الضمانات اللفظية التي حاول دائما الوزير الأمريكي السابق تقديمها لتغليف أو لتغليف هذه المبادرة أو تجميل هذه المبادرة. طيب الآن الشعب اليمني ما الذي يجب، يعني عندما يشاهد هذه القمة، يشاهد وجود الرئيس عبد الرب منصور هادي في القمة العربية وحديثه، وكذلك دعم الرؤساء أو القادة العرب لليمن والشرعية اليمنية بهذا الوضوح والمرجعيات الثلاث، ما هو الآن، ما الذي ينتظره الشعب اليمني بشكل عام؟ الشعب اليمني يشعر بالأمل بطبيعة الحال. هو ينتظر الآن هو أن تنعكس، أو هذا الدعم المعنوي، هذا الغطاء السياسي ينتظر منه أن ينعكس على المستوى العملي الآن. أعتقد أن التحالف العربي عليه أن يتحرك الآن قدما في عملية استكمال العمليات العسكرية على وجه التحديد، لأن الحكومة الشرعية لا تنقصها الإرادة فيما يتعلق بمواصلة العمل العسكري. هناك جيش وطني يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، ولديه الإرادة والقوة والإصرار على المضي قدما نحو الإطاحة بهذا الانقلاب. ولكن التحالف العربي طبعا الذي يشكل مصدر دعم أساسي لكل هذه العمليات العسكرية والتغطية اللوجستية والإسناد الجوي، هو العامل الأساسي في لضمان إمكانية استمرار العملية العسكرية. ما يحتاجه اليمنيون اليوم بعد هذه التغطية السياسية هو أن تنتقل هذا النوع من الدعم المعنوي والسياسي إلى 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 الميدان، إلى الميدان، بحيث يمضي التحالف العربي قدما في دعم السلطة الشرعية والقيادة الشرعية على تحقيق أهداف التحالف العربي، وهي استعادة الدولة والمؤسسات وطرد هذه الميليشيا من المدن ومن المؤسسات، وإنهاء كل مظاهر الانقلاب وعودة اليمنيين جميعا إلى قطار السلام أو إلى سكة السلام أو إلى طريق السلام. أشكرك أستاذ ياسين تميم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، شكرا لوجودك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم بخير، في أمان الله.